منتصر أبو السعود يعني فقد أخيه أيضا في أحداث السيول. سيد منتصر مساء الخير. أنا سنة مصطفى نعزيك. أشكر حضرتك على البرنامج الناجح ده. أنا والله ماذا حدث منتصر؟ أنا ما فقدتش أخويا، أخويا مصطفى في الحادث ده على فكرة مش مفقود الحمد لله، إحنا وجدناه الحمد لله. طب الحمد بعد لله. معاناة في المياه يمكن حوالي 6 ساعات وإحنا مش قادرين نعمل له حاجة، لأن ده مش يعني بصراحة مش يعني مش سيل، ده طوفان، يعني المنظر ده طوفان، يعني سرعة المياه دي كانت حوالي 70 كيلو، في ارتفاعها حوالي 10 متر، يعني جرفت الاتوبيسات والعربيات، عربية تريلا واتوبيسين وعربية نص نقل وعربية نص نقل بيك اب، يعني سرعة رهيبة، سرعة رهيبة. شكرا لك يا منتصر. سرعة الناس، سامعين صراخ الناس، مش قادرين نعملهم حاجة، والدفاع المدني جاي مش قادر يعملهم حاجة، يعني كان لازم الموقف ده كان لازم طيران، لازم طيران، لأن بالرؤية بالليل ما شايفينش حاجة، سامعين صراخ من الناس، ونزلنا المية احنا 5 شباب وواحد كبير معانا، نزلنا المية مشينا حوالي يمكن 50 متر كده جوا المية، بس سرعة المية دخلنا بسرعة المية بقى ما قدرناش نكمل. يقول بعد كده شكرا لك منتصر.